كيف لا يقترب الشتاء ببرودته ولا تداعب أنوفنا رائحة الفول النابت والبليلة الساخنة التي ترتبط لا إراديا في ذاكرتنا بشوارع دمشق وحاراتها العتيقة وصوت البائع الشامي ينادي؟ وكيف لا يقترب الشتاء أيضاً ولا ترتفع أسعار هذه السلع الرئيسية فيه ضمن موجة الغلاء في الفترة الأخيرة التي تجتاح المواد الغذائية وغيرها على حد سواء؟ وبناء عليه، فقد أصدرت محافظة دمشق تسعيرة جديدة للفول والمسبحة والساندويش بأنواعه في جميع المطاعم الشعبية في دمشق، وعلى رأسها ساندويشة الفلافل التي تراوح سعرها بعد الزيادة بين 200 ليرة و 250. التسعيرة الجديدة للمحافظة شملت كيلو المسبحة أو الحمص المطحون البالغ بعد رفع الأسعار 700 ليرة بعد أن كان 500. كيلو الحمص المسلوق ارتفع سعره بمقدار 50 ليرة ليصبح 400. أما ساندويشة الشاورما يبلغ سعرها الجديد 450 ليرة. نعم، هذه الأسعار الجديدة، لكن ماذا لو قلنا لكم أن أسعار المحافظة بعد تحديثها الجديد هذا الأسبوع ما زالت تختلف عن أسعار السوق؟ ماذا عن وجهة نظر أصحاب مطاعم الفلافل والشاورما في الموضوع؟ هل يلتزمون أم يرفضون ذلك كما سبق أن فعلوا؟ وما رأي الشارع بالأسعار الجديدة بعد ثباتها لسنتين؟